السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد بنا اللقاء، لقاء الود، لقاء الحب، لقاء الأمل. أشد على إيديك عشان أقولك واصل وكمل، أفكرك سننتصر يوما ما. افتكر حلمك اللي انت بتسعاله. أنا عارف إن الضغط شديد، أنا عارف إن الخوف بيسيطر، أنا عارف إن التفكير الزيادة بيعطلك وبيحبطك. عارف يوم ما تقفل في وشك سلم أمورك لربنا سبحانه وتعالى. أنت سعيت واجتهدت وعملت اللي عليك، وخليك فاكر إن لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. طول ما أنت دخلت في المعركة ومفيش حل إن أنت تطلع منها، يبقى أنت لازم تواصل للنهاية. كنت دايما بقول لنفسي يوم ما بتعرض للإخفاق أنا كان عندي حلم وفقدته، يبقى إذا نكمل بشرف، كمل المسيرة وكمل الرحلة. الحلم وهو ضاع، والرغبة في الوصول وهي فشلت، مقداميش حل غير إن أنا واصل على الأقل عشان أطلع بشرف من المرحلة اللي أنا موجود فيها دي. ويوم هتوصل هتدرك معية ربنا سبحانه وتعالى، وإن المكان اللي أنت فيه النهاردة هو الأفضل ليك. كل ما عليك ان انت تسلم امورك كلها لربنا سبحانه وتعالى، تجعل املك كله في الله، تحاول لحد اخر لحظة. خلاص انا عارف ان كان جواك احلام وتوقعات وامال، وبتبني وبترسم مستقبلك اللي جاي، بس طول ما الاحلام اتهدت يبقى مفيش اجمل واعظم الا انك تكون واثق في الله سبحانه وتعالى. هو اللي هيوصلك وهو اللي هيرسم لك الطريق. يلا يا أبطال على بركة الله نخطو، يلا يا أبطال على بركة الله نكمل المسيرة والرحلة، وتحاول لحد آخر لحظة، مفيش حل. سلمت أمورك كلها لربنا سبحانه وتعالى، وقلت لي يا رب انت عارف وأدرى وأعلم بالنوايا، وانت عارف بالسعي وبالحلم. يا رب اكرمني ووفقني، ارزقني واعطيني من فضلك، انت صاحب العطاء. سلمتك اموري وسعيت، اجتهدت وحاولت، التوفيق كله من عندك. في اللحظه دي يا بطل عايزك بقى تتفائل وتستبشر بالله. سلم امورك كلها لي، واصل وكمل وسعى، احلم ببكره احلى في معية ربنا سبحانه وتعالى. الحلم لو ضاع فربك يصنع لك مليون حلم، ربك يزرع في قلبك الأمل. حاول وواصل وكمل، ما تستسلمش، ما تتنزلش، هتوصل اللي يرضيك، لأنه اختيار ربنا سبحانه وتعالى، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. سننتصر يوما ما.